مشاهدينا، وزير الخارجية المصري سامح شكري استقبل المبعوثين الأمريكيين في الفترة السابقة وأكد على استعداد الدول الأربعة للتفاوض والنقاش لحلحلة هذه الأزمة، ولكن كما ذكرت شريطة أن تلتزم قطر بالمطالب 13 التي فرضتها دول المقاطعة. قبل أن نبدأ في استقبال المكالمات الهاتفية، دعونا نتعرف على بعض الآراء التي وصلتنا من حضرتكم على مواقع التواصل الاجتماعي، وأذهب إلى زميلي محمد عبد الحكم. مساء الخير محمد. مساء الخير زميلي محمد سليمان. بالفعل هناك الكثير من التعليقات حول سؤال حلقة اليوم الذي يقول: كيف يمكن للربعي العربي التصدي للمخططات القطرية الداعمة للإرهاب؟ البداية مع ممدوح أبو عاصي الذي يقول: يمكن للربع العربي التصدي للمخططات القطرية الداعمة للإرهاب أولا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، ثانيا تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر وإلغاء ترخيص مكتب قناة الجزيرة بالقاهرة وتوعية الشعب القطري والعالم العربي والأوروبي بما تفعله دولة قطر بدعمها للإرهاب، وحفظ الله مصر والعالم العربي من شر الإرهاب. محمد العريشي مشارك آخر: الحقيقة قطر هي دولة تعمل لصالح الدول الاستعمارية التي تسعى لتقسيم المنطقة وهم يقومون بحمايتها وتنوب عنهم في تنفيذ تلك الأجندة، لذلك دعوني أتحدث بواقعية. قطر أصبحت تشبه إسرائيل في المنطقة وتسير على نفس سياستها ولن تستطيع التراجع لأنها سمحت لنفسها أن تكون أداة في يد الغرب وإسرائيل، وسوف تستمر في مناكفة العرب وليس الدول الأربع فقط. محمد الشريف مشارك آخر: الضربة الكبرى لقوى الشر هو توحيد القوى العربية بفرض سيطرتها على أرض الواقع لإعادة الإعمار والبناء ومخالفته من خراب بما يسمى ثورة الربيع العربي وإرسال ملايين العمال وعودة اللاجئين تحت حماية دولية وقوات عربية مشتركة. نعم تستطيع مصر أن تقود العالم بتحقيق الأمن والحرية والعدل والسلام. محمود الضوي هو مشارك آخر يقول: إذا كان ترامب سوف يعمل مباحثات مع كوريا الشمالية، لماذا تم إعدام صدام حسين والربيع العربي؟ نريد المعاملة بالمثل. سبب خطر قطر هو دعمها لإسرائيل وأمريكا بحجة الزعامة أن قطر هي زعيمة العرب في المستقبل، اليهود ولا بد أن وأهل الشر يتربصوا بمصر. أبو أدهم الشرقاوي: السلام عليكم. لو الأمر خاص بقطر فالأمر هو هين، من وراء قطر يا سادة وبالعربي الفصيح هي أمريكا وإسرائيل وأيضا بعض الدول الأخرى، والجري وراء تلك الأكذوبة الكبرى وحمايتهم والحفاظ على كراسيهم وهم بالوهم مسؤولون عن ذلك وهم يخططون ويطلقون عليهم دول الشر. محمد حبيش يقول: قطر يجب أن تكتث من على وجه الأرض حيث أنها أخطر بؤرة إرهابية تأوى الإرهابيين والحامي والمخطط، وهي الممول والمسوق إعلاميا، تنشر الحقد والحسد والكره بين مواطني المجتمع الواحد مستغلين الدين والديمقراطية ومنظمات دولية مدفوعة الأجر. الكل يعرف الحقيقة ولكن لا يستحي أحد. علي محمد يقول: أول شيء يجب عمله هو قطع الدعم القطري المالي للإرهابيين بشتى الطرق المتاحة داخل البيت العربي أو بالاتحاد مع الخارج، خصوصا الاتحاد الأوروبي الذي يعاني مثلنا من الإرهاب. أبو فارس: قطر هي أساس الإرهاب في العالم ويجب حصارها من كل الجوانب ومحاربتها إعلاميا داخليا وخارجيا. عبد الله فوزي مشارك آخر كتب رأيه على هذا الموضوع ويقول: إيران وتركيا وأمريكا هم رؤوس لأفعى واحدة، وقطر تنفذ ما يملى عليها من تلك الدول، وأنا أعتبر أن قطر ليست دولة عربية. ونشكر مشاركينا ومشاهدينا الكرام، وإن كانت هذه مجرد عينة بسيطة من الآراء إلا أنها في مجملها تعكس الرأي العام العربي أن عداوة قطر ليست فقط للدول الأربعة وإنما هي تنصب على المجتمع العربي بأسره في سبيل مساندة أعداء العرب والتوحد للصف العربي. إلى أين هذه الأزمة القطرية؟ كيف تستطيع الدول الحد من الشرور والمواقف السلبية التي تنبع من وراء هذه السياسة القطرية المتغطرسة والواهمة أنها قد تصل بمثل هذا النوع من السياسات إلى مكانة أو إلى زعامة؟ دعونا نستقبل المكالمات الهاتفية. سيكون مع الهاتف سيادة السفير
أحمد الغمراوي مساعد وزير خارجية الأسبق، والدكتور محمد عز العرب خبير بمركز أهرامات للدراسات الاستراتيجية. أبدأ مع سيادة السفير، يعني سيادة السفير بعد التحية، دول المقاطعة الأربعة تصر على التزام قطر بتنفيذ الشروط الثلاثة عشرة التي فرضتها عليها أو طالبتها بها قبل المقاطعة، وقطر ما زالت تتعنت. إذن هذه الأزمة إلى أين مع وجود مساعي دولية في ذلك؟ ما من شك أن أزمة قطر تخص قطر أولا، لأن قطر وضعت نفسها في طريق مظلم. وحاليا بعد زيارة أمير السعودية وولي العهد إلى مصر وإعلانه في مصر أن موضوع قطر لا يستاهل الاهتمام، وأنه من الأفضل أن يجمد كما جمدت أمريكا العلاقات مع كوبا، أصبح هناك نوع من التسابق في محاولة فتح الباب لحوارات. وعلى سبيل المثال، هناك توسط من أمريكا بإرسال مساعد وزير الخارجية لمصر ومقابلته يوم 5 وزير الخارجية في محاولة فتح الباب لحوار مع قطر أو حل المشكلة القطرية. بالإضافة إلى أن الوساطة الكويتية لا زالت موجودة في هذا المجال، إلا أن أمريكا تحاول حاليا التركيز على الوساطة الأمريكية، خاصة أن مهرجان الوساطات بعد انفتح بالوساطة التي بدأت أكلها تأتي بين أمريكا وكوريا الشمالية. صحيح. وانفتحت شهية الرئيس الأمريكي لهذا الموضوع وترحيبه بهذا. في نفس الوقت تأزم الوضع القطري داخليا، حيث أن الشعب القطري والمسؤولين القطريين من خارج الأسرة أصبحوا قلقين من استمرار العزل القطري مع الدول العربية، وهو أمر لا يتحمله الشعب القطري، وممكن أن يكون له انعكاسات داخلية على قطر بما يصل إلى انقلاب ضد السلطة الحاكمة. يعني سيادة السفير، تتوقع إذا ما أصرت قطر على موقفها وأصرت الدول الأربعة على التزام قطر بتطبيق الشروط، إذا كان هذا التعنت من قبل قطر، إلى أي نتيجة سينتهي هذا الأمر؟ وكيف نستطيع أن نحد مثل هذه المخططات الإرهابية التي تنبع من وراء قطر ودعمها وتمويلها للإرهاب وخطاب العداء والكراهية وما إلى ذلك من تدخل في الشؤون وخلافه؟ ما من شك أن قطر لا ترسم سياستها من عنديتها، وأن هناك قوة كبرى تساند قطر. نعم. وهذه القوة هي التي تحرك المشروع الكبير الذي بدأ منذ سنوات لمحاولة تفتيت العالم العربي بما يسمى الربيع العربي، والمشاكل التي تتحول إلى الإرهاب ومحاولة تقسيم البلاد العربية. ما شاهدناه على مدار السنوات الماضية. نعم. كل هذا لا يكون إلا وأن وراءه الصهيونية العالمية التي تحاول أن تفرق بين الأمة العربية في مشاكل لا نهاية لها، حتى تكون لها اليد العليا في المنطقة وتكون هي الوكيل الشرعي لأمريكا في المنطقة والآمر الناهي. وهذا هو ما هو ثابت بالفعل. سيادة السفير، أرجو أن تبقى معي، أذهب إلى الدكتور محمد عز العرب. يعني دكتور محمد، بعد التحية، كما يتضح للجميع أن قطر هي أداة في يد المخططين والمتآمرين على المجتمع العربي، ومن ثم هي لا تملك أمرا في هذه الأزمة. إذن
من الدول أو ما هي الجهات التي تستطيع دول المقاطعة مخاطبتها لوقف قطر عن دعم الإرهاب والسلبيات التي تطرحها في المجتمع العربي؟ هو بالفعل من الواضح أن هناك دور وظيفي تركز عليه الدول الغربية وتحديدا أجهزة استخباراتها لتحديد دور مرسوم للدوحة داخل المنطقة العربية، لأن قطر توصيفي لها هي إسرائيل المنطقة العربية. صحيح. هذه ليست جمل إنشائية بقدر ما تبرزه الممارسات والسياسات القطرية. أولا التشابه ما بين قطر وإسرائيل باعتبار أن كل من الدولتين دول صغيرة من حيث المساحة الجغرافية والبنية الديموغرافية مع امتلاك موارد اقتصادية. التشابه الثاني أن هناك دعم كبير دولي للدول الغربية مثلما هو الحال بالنسبة لإسرائيل هو أيضا لقطر. النقطة الثالثة أن قطر دائما ما تراهن على فكرة إبراز الانقسامات وتوضيح التناقضات داخل دول المنطقة العربية وأبرزها في القضية الفلسطينية. جزء من الدعم القطري لسياسة حماس على نحو لا يجعل أن هناك طرف فلسطيني واحد يمكن على أساسه مواجهة إسرائيل. وبالتالي جوهر المشروع القطري يخدم بدرجة كبيرة السياسات الغربية. السؤال اللي حضرتك بتطرحه الدول العربية يعني تكلم مين؟ أولا تتحدث لأطراف مختلفة. أولا الأصوات العاقلة داخل الأسرة القطرية بغض النظر عن وجود ممثلين لهم بالحكم أو غير موجودين بالحكم. المعارضة تعني سيدي المعارضة أطراف المعارضة يعني نعم. يعني لما تيجي تشوف حضرتك أن تواصل دول المقاطعة العربية مع الشيخ سلطان بن سحيم، علاقاتهم مع الشيخ عبد الله الثاني، الغرض هو توضيح ان الاسره القطريه الحاكمه ليست كتله مصمته وانما هناك اصوات اخرى معارضه، على نحو يشير الى ان هناك توسيع للجبهه المناوئه لسياسات تنظيم الحمدين، هو التوصيف الشائع لما يحدث في قطر، سواء بما يخص سياسات الأمير الوالد ومعه حمد بن جاسم وزير الخارجية الأسبق ورئيس وزرائها لسنوات طويلة، بالإضافة أيضا لسياسات الأمير تميم، وإن كان أدواره ليست واضحة لأن سمة التطابق في السياسات هو على ما يبدو سيدي أنه على ما يبدو أن نظام الحمدين والنظام القطري ليس لا يملك سياسات وإنما هو يملك أوامر ينفذها. عموما أرجو أن تبقى معي، أعود إلى سيادة السفير أحمد الغمراوي. يعني سيادة السفير، هل ترى أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربعة كافية لأن تكون حاسمة لهذا التصرف القطري السلبي، وأيضا تستطيع أن تدفع هذا الإرهاب عن المنطقة؟ الحقيقة أن الإرهاب لن يستمر، لأن الإرهاب بدأ بعد عملية سيناء يجد أن مصيره مظلم، ولذلك أصبح السعر في الإرهاب أغلى، وده هيكلف كل من يكلف الإرهابيين هيكلفهم أكثر لأنهم بيهربوا دلوقتي. صحيح. نعم. ولذلك الـ 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 العملية دي مؤثرة على قطر نفسها، لأن قطر لا تستطيع أن تستمر في دعم الإرهاب، خاصة أن أمريكا ستنقلب عليها في فترة من فترات، خاصة أن الإرهاب لا سيطرة عليه حتى بالنسبة لأمريكا. صحيح. لأن أمريكا ممكن أن ينتقل إليها الإرهاب، خاصة الإرهاب الأسود، الإرهاب الأفريقي الذي انتشر في أفريقيا، الإرهاب الذي بدأ يؤثر على الزنوج في أمريكا. كل هذا أجهزة البحث والمخابرات ما في شك أنها بتضع في الاعتبار، ولذلك يتلهث حاكم قطر على سرعة إنهاء التوسط، لأنه يكاد يكون منعزل داخليا وخارجيا. صحيح. وهذا تمام. ما في شك أنه يعني شيء مزعج
للأسرة الحاكمة في قطر، خاصة وأن الشعب لا يمكن أن يتحمل عزلته عن بلاده العربية لمدة طويلة، والحكمة التي يتعامل بها مصر وتتعامل بها الدول الأربعة حكمة أنه اتركه حتى يزهق. نعم ويزهق الناس منه. صحيح سيادة السفير، أرجو أن تبقى معي أعود للدكتور محمد. يعني دكتور محمد، هناك إجراءات أخرى اتخذتها الدول الأربعة، إلى أي مدى تستطيع هذه الإجراءات الاقتصادية ومنع استخدام المجال الجوي والمقاطعات التجارية وما إلى ذلك من تأثير على الاقتصاد القطري، ومن ثم يبدأ الدعم القطري المادي والدعم للإرهاب بالسلاح في التراجع، أيضا مع وجود سيناء 2018 كما أوضح سيادة السفير التي تكبد الإرهاب والإرهابيين ومن ورائهم الكثير والكثير؟ الإجراءات التي اتخذتها دول المقاطعة تجاه قطر إجراءات موفقة اتخذتها لمنع الإضرار بالتدخل في سياساتها الوطنية وشؤونها الداخلية. كبدت قطر خسائر بالفعل فيما يتعلق ارتفاع حجم تكلفة الرحلات الجوية، كما تشير التصريحات الرسمية القطرية في أغسطس من العام الماضي وصلت إلى 1000%، يعني 10 أضعاف. وبالتالي ده بيأثر بدرجة كبيرة على الحالة المالية القطرية. لكن من الواضح أن هذه الحالة القطرية نتيجة أن قطر تتمتع بموارد مالية وثروات غازية كبيرة، استطاعت أن تتعايش مع هذا الوضع، خاصة وأنه لا يتصور حضرتك إلى أن دولة كانت قائمة على سياسة محددة ترتبط بدعم التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة أن تغير سياستها ما بين يوم او شهر او حتى هي لا تملك، هي لا تملك سيدي، هي تملك سياسات. نعم. هي تملك، هي لديها اوامر اعتقد، يعني بهذه الصوره يعني ممكن اكمل فكرتي. يعني حضرتك اكمل فكرتي الاكثر من ذلك، الى ان من الواضح ان دول المقاطعه تسير في عدد من المحاور للتعامل معها. الاول هو الحفاظ على تماسك دول التحالف الرباعي، لان قطر تراهن على احداث تفكيك لهذا أفراد هذا التحالف بشكل أو بآخر، والإيحاء بأن هناك ربما توترات في العلاقات البينية كأن تكون ما بين مصر والسعودية وبين السعودية والإمارات. واللي عايز أقوله أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة ووضع نقاط على الحروف فيما يخص تدعيم أواصر العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين، شوف الوسائل الإعلام القطرية والتركية تعاملت معها إزاي. النقطة الثانية في المسار الآخر وهي مقاومة دول التحالف الرباعي للضغوط التي تمارس عليها من جانب بعض الدول الغربية وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية لتسوية تلك الأزمة بشكل أو بآخر، والإيحاء بأنها أزمة خليجية، وهي ليست أزمة خليجية، هي أزمة عربية لأن مصر طرف أصيل لها. المسار الثالث وهي ما تقوم به دول التحالف الرباعي وتحديدا الممارسات ما بين مصر والإمارات بشكل أكثر وضوحا، وهو فتح الصندوق القطري فيما يخص الكثير من المنتديات الإقليمية والدولية التي تشير بما لا داعي مجالا للشك السياسات القطرية وتفضحها بالدلائل والبراهين. وصلت الرسالة. دكتور محمد عز العرب، خبير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. وعودة للسفير أحمد الغمراوي، يعني سيادة السفير تعليق أخير، إذا السيناريو المتوقع في الفترة المقبلة في دقيقة أرجوك. المتوقع أن يستمر الحاكم القطري في محاولة الخروج من الدائرة التي ضربت حوله، ويستعين بأمريكا، خاصة أن شهية أمريكا قد تزداد في المرحلة المقبلة بعد انفتاح الطريق في المفاوضات أو في طريق المفاوضات مع كوريا، وأن الرئيس ترامب قد يدعي أنه هو الأول الذي ينهي العلاقات المتأزمة، فهو المتوسط في منطقة الشرق الأوسط بين مصر
والعرب وإسرائيل، وهو المتوسط بين الغرب وبين كوريا، وحاليا هو المتوسط بين العرب وبعضهم. فهذه العملية بتديله إعلام يغير الإعلام المضاد له داخل أمريكا، ولذلك أتوقع أن تزيد أمريكا من ضغطها على البلاد العربية الأربعة، وتحاول أن تضغط على الجانب القطري قطر بحيث أنه يتم إعطاء جزء من التنازلات المطلوبة وإرضائه بطريقة أو بأخرى، أو الضغط عليه بطريقة أو بأخرى. لأن الحقيقة الدور ده للأسف ده كان دور إنجلترا، ولذلك أنا بستغرب أن إنجلترا سكتة بينما أمريكا نشطت، ويبدو أن العباءة نزلت من على كتف إنجلترا وأصبحت على رأس ترامب أو على كتف ترامب، أو يحاول أن ينزع عباءة المنطقة من إنجلترا. ولا شك أن فرنسا حاولت في المرحلة اللي فاتت لأنها لم تنجح، ولذلك نعم. إذن هي محاولة تحقيق مكاسب على الجانبين، الولايات المتحدة الأمريكية ربما انشغلت إنجلترا في مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي، ولكن كما أوضحت سيادتك أن بكل تأكيد هي مساعي لتحقيق مصالح أمريكية بكافة الأوجه. سيادة السفير أحمد الغمراوي مساعد وزير الخارجية الأسبق، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وعلى هذا التحليل الدقيق لشرح وتوضيح كيفية مكافحة الدول الأربعة المقاطعة لقطر للإرهاب الذي تدعمه قطر. مشاهدينا الكرام، كانت هذه بعض المداخلات الهاتفية والأراء التي استقبلناها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي حول قدرة الدول الأربعة لمكافحة الإرهاب الذي تدعمه قطر، والسياسات التي تتبناها، والمساعي الدولية لحلحلة هذه الأزمة. دعونا نتعرف على بعض الأراء من خلال عينة من الشارع المصري، ثم نعاود المداخلات الهاتفية واستقبال آرائكم على مواقع التواصل الاجتماعي. فابقوا معنا. إن احنا نتكاتف ونقف ضد الإرهاب ونبقى يد واحدة، وما نديش لأي عدو إن هو يحتل أرضنا أو يفرق وحدتنا الوطنية بالنسبة للشعوب العربية. ويعني ربنا يعيننا إن شاء الله على الإرهاب ونقضي عليه لآخر خالص يعني. وتحيا مصر. المفروض كله يتجمع مع بعضه ويبقى يد واحدة، بس بلدام إيد واحدة ما فيش إرهاب خالص. نعمل حاجات كتير قوي، نتحد، نحاول نبقى لنا كلمة واحدة، نحاول نصدر صورة للعالم ان احنا كويسين وان احنا بنحارب ده فعلا في بلدنا، وان احنا ايد واحدة، وان احنا كعرب همومنا واحدة. احنا مش شعب منفصل ولا بلد عربية مختلفة عن شعوب تانية. احنا بنتفق في حاجات كتير، في لغة وفي دين وفي عادات وتقاليد. الاتحاد الاوروبي مش متفقين زينا، لكن قدروا يتحدوا. احنا لسه بنفضل نقول سوق عربية مشتركة، عايزين نعمل عملة موحدة، عايزين نعمل حاجات كتير قوي، ومنها ومن ضمنها ان احنا نحارب الارهاب، لان متهيالي الحرب على الارهاب جزء لا يتجزأ من ان احنا نحقق كل الامال دي. مشاهدينا، جاء رأي الشارع في توضيح كيفية مواجهة الإرهاب الذي تدعمه قطر من خلال شعوب المنطقة العربية أو الدور العربي، بعيدا عن مستوى الموائد السياسية والمناقشات والمساعي، إلى مستوى الشعوب ومواجهة الإرهاب الذي تدعمه قطر بكافة الأوجه. دعونا نتعرف أيضا على المزيد من الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي، وعودة مرة أخرى إلى زميلي محمد عبد الحكم. إليك محمد. محمد سليمان، بالفعل هناك الكثير أيضا من التعليقات وصلتنا للتعليق حول هذا الموضوع. البداية مع حسين صادق الذي يقول: قطع العلاقات ومنع السفر منها وإليها، ومنع القطريين من الدخول نهائيا، ووقف التعاملات الاقتصادية حتى يتغير النظام الداعم والممول الرئيسي للإرهاب. صبحي هو مشارك آخر يقول: يجب على العرب جميعا قطع العلاقات مع قطر حتى يشعر الشعب القطري نفسه
أنه شعب طيب ويعرب عن موقفه ضد حكومته وذلك عن طريق الإعلام. حامد سرحان، الدول العربية يجب وحكومتها، الدول العربية بجيشها وحكومتها لابد أن يتصدوا لقطر ويأخذوا منها الموقف. أخيرا الطيب الطيب بيقول شوفوا من اللي بيحرك قطر ويتكلموا مع قطر، لا تملك من أمرها شيئا. إذن محمد سليمان هناك حالة من الاستنكار على تدخل قطر ودعم قطر للإرهاب، الكل أعرب عن رأيه على مواقع التواصل الاجتماعي الذي قرأتها. أنتقل إليك مرة ثانية لكي تستقبل اتصالاتك الهاتفية. أشكرك محمد وأشكر مشاهدينا الكرام على المشاركات. قطر لا تمتلك من أمرها شيئا، ومن ثم وكما اتضح الأمر من خلال المداخلات الهاتفية السابقة أن هناك من يدير ويحرك ويخطط لقطر، وما هي إلا في الواجهة للتنفيذ. إذن هنا نحن بصدد مواجهة أفعال وسلبيات وإرهاب تدعم قطر على الصعيد المجتمعي وعلى الصعيد الاقتصادي. كيف تستطيع الشعوب، شعوب الدول العربية كافة وشعوب الدول الأربعة، مواجهة هذا الإرهاب الذي يسعى إلى التفتيت، الذي يسعى إلى توظيف بعض الأيادي داخل المجتمع العربي ذاته ودول الأربعة تحديدا لخلق صور وأشكال من الفتنة والتفرقة بين أبناء الشعب والدولة الواحدة. سأستقبل معي على الهاتف سيكون الدكتور خالد رفعت مدير مركز طيبة للدراسات، والأستاذ محمد أمين الصحفي بمجلة أكتوبر. أبدأ مع الدكتور خالد. يعني دكتور خالد بعد التحية، الإرهاب الذي تدعمه قطر متعدد الأوجه والصور والأشكال على أرض الواقع، خطاب عدائي من وسائل الإعلام القطرية، دعم لأيادي ومتآمرين داخل هذه الدول الأربعة المقاطعة لقطر لمحاولة خلق فتنة وتشكيك وبث شائعات على أوجه مختلفة، محاولة التشكيك في كل خطوة تتخذ داخل هذه الدول فيما بينها من علاقات أو على صعيدها الداخلي. كيف تستطيع إذن الشعوب في هذه الدول العربية مواجهة الإرهاب القطري؟ أهلا بك يا فندم والسادة المشاهدين جميعا. أنا أحييك يا فندم على إثارة هذا الموضوع، لأن بالفعل قطر ماضية في غيها، ماضية في مخططها، أيوة مش مخططها، هو المخطط الذي وضع لها لتنفذه ليس أكثر من ذلك. صحيح. اللي حط المخطط باين قوي، حضرتك لو تبص على الخريطة اللي بتحصل الأسبوع اللي فات على سبيل المثال، هتلاقي في زيارة لوزير خارجية بريطانيا وألمانيا للكويت عشان يقابلوا أمير الكويت، يطالبين منه تخفيف ضغط الدول المقاطعة على قطر. لما فشل الموضوع ده بعتوا المبعوثين الأمريكيين أنتونيزيني والنائب المساعد الوزير، الاثنين كان كل همهم في الزيارة بتاعتهم تخفيف الضغط عن قطر. يعني هم لما جم مصر قعدوا زيارة 4 ساعات مش أكتر، ما قابلوش غير سيادة الوزير سامح شكري، والوزير بعدها أعلن بيان صريح وقال كلمة واضحة على قطر إثبات حسن النية. وكان واضح كان واضح جدا جدا ان هم اتجهوا بعد كده للكويت قبل امير الكويت، اللي برضه طلب بعد مبعوثين، واحد للسعوديه واحد للبحرين، طلعوا من عنده على قطر قبل امير قطر، عمل معهم صفقه غريبه جدا ب$5 مليار، اشترى سلاح وهم موجودين عنده هناك، ومن قطر طلعوا على الامارات قبل محمد بن زايد. عايز بقول الرحله دي ليه؟ عشان تلاحظ اللي قاده مصر والسعوديه ما قبلهمش، ما حاولوش يقعدوا معاهم اصلا، لانه عارفين الهدف اللي هم جايين عشانه. وكان صدور بيان من مصر ومن السعوديه في نفس اليوم ان قطر يجب ان تلتزم بال 13 مطلب او تتوقف عن دعم الارهاب. صحيح. هي الدول الاربعه متفقه، ومحاولات الالتفاف كما اوضح معي سياده السفير احمد الغمراوي في مداخله سابقه انهم هناك محاولات للالتفاف على هذا التكتل العربي في بالضبط. مواجهه قطر. اذا كيف تتصور الحل أو المخرج؟ هل الموقف العربي سيكون فيه الحل، أم أن هذه المحاولات المتكررة ربما تؤتي نتيجة، خاصة وأن زيني المبعوث الأمريكي أوضح أنه ربما تكون هناك فرجة لهذه المشكلة؟ هو بلا شك ستزداد الضغوط الأيام القادمة. إحنا عندنا معادين حاسمين، مع أول معاد منهم القمة العربية القادمة اللي كان مفترض تبقى في آخر مارس، وأعتقد أنها تتأجل الأسبوع الأول من إبريل في الرياض، واعتقد ان الضغوط هتتصاعد جدا عشان يتحصل المصالحه في هذه القمه. لو ما حصلتش مصالحه في هذه القمه، احنا داخلين على القمه الامريكيه الخليجيه اللي هتبقى في كامب ديفيد في شهر مايو القادم،
ورئيس ترامب أعلن صراحة أنه هو هيحاول يحل المشكلة دي، فهتتصاعد الضغوط على الدول العربية بصورة كبيرة جدا. أنا شايف ضغط أمريكي بريطاني ألماني فرنسي لصالح قطر. أنا شايف زيارة أمير قطر الأخيرة أول بارح لبروكسل علشان يستغيث بالاتحاد الأوروبي وحلف الناتو من أجل تخفيف الضغط عليه، كل دي مناورات للهروب من الالتزامات المفروض يعملها. نعم. احنا مش طالبين منه المستحيل، احنا طالبين منه حاجة واحدة بس، اوقف دعمك للإرهاب، كفاية تدمر بلادنا يا فندم. والخطاب العدائي يا فندم في الإعلام، محاولة توظيف أيادي في داخل هذه المجتمعات العربية لإحداث تفكيك مجتمعي، بث الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، أوجه الإرهاب كثيرة، والمستندات الدالة والمثبتة لهذا التورط واضحة ومعلنة للجميع. يعني أعتقد أن الموقف العربي لن تكون هناك أي شكل من أشكال التنازلات عن المطالب 13. بلا شك، انا مطلبنا واحد اساسي، وقف الارهاب. حضرتك احنا مش بنتكلم عن قناه الجزيره ولا دعمها ولا احتضانه للقرضاوي وكل الهربانين بجرائم، كل ده مش قضيتي دلوقتي. قضيتي هناك دعم مالي ولوجستي كامل للارهابيين في سيناء، هناك دعم كامل لكل الارهابيين من قنواتهم في تركيا، في دلوقتي بيدفع فلوس وبيمول الارهاب، هذا غير مقبول. هو دعم الحركات الشيعية في اليمن ضد التحالف العربي، ودعم أيضا ضد البحرين والسعودية. نعم نعم، نفس هو هذا الرجل يدمر كل الدول العربية، هذا الرجل ينفذ مخطط محطوط له، وبين قوي لما اتزنق وحطناه وكشفنا للعالم إرهاب بتاعه، مين بيحاول ينقذه؟ أمريكا وبريطانيا وألمانيا، هم اللي بيحاولوا ينقذوه دلوقتي، اللي هم السادة اللي حطوا له المخطط بتوعه اللي بيشغلوه. نعم. يعني طب اذا احنا كده امام صوره او امام حائط، اذا ما صح التعبير. نعم. الجانب العربي لن يتنازل ولن يتراجع، هذا هو امنه واستقراره ووجوده. والجانب القطري لا حول له ولا قوه، هو ينفذ مخططات محاكه ومدبره وموضوعه له مسبقا. اذا هل الشعوب ترى ان سيكون لها دور في مواجهه هذا الارهاب وهذه المؤامرة الكبرى من الجانب القطري؟ بلا شك بلا شك، رسالتنا وسلاحنا الوحيد هي الوعي، توعية الشعوب بحقيقة الموقف، توعية الشعوب بما ماذا يفعل، توعية الشعوب بالشعارات الزائفة. مش ممكن دولة تدعو للديمقراطية والحرية وهي ما فيهاش انتخابات مجلس حضانة أو مجلس آباء حضانة، ما فيهاش أي نوع من عنوان انتخابات، كيف يدعو للحرية والديمقراطية؟ وهو لما شاعر كتب قصيدة انتقد والده حبس 10 سنين. نحن لا نعبأ بقطر وما تفعله قطر في سياساتها، ولكن المجتمع العربي أو الدول الأربعة تحديدا أعتقد أنها على موقف ثابت لن يتغير. إذن في عجالة في ثواني متبقية، موقف كيف ترى أن تتصرف الشعوب لمواجهة الإرهاب القطري تحديدا في هذه الفترة الحرجة؟ أعتقد الدور الأول الشعوب عدم الاستماع للإشاعات اللي بتبث عن طريق اللجان الإلكترونية على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، الشعوب كشف قناة الجزيرة ومخططها وأكاذيبها وتفنيدها، ده مهم قوي. والأهم من كل الكلام التحام الشعوب حوالين قيادات سياسية، التحام الشعوب حوالين قيادات شعبية، التحام الشعوب حوالين وطنها ومصالح وطنها الحقيقي، وعدم الاستماع لأي إشاعات مجردة. نعم، ومن ثم ينعكس رأي عربي شعبي إلى الرأي والمجتمع الدولي حتى يتم الضغط على الجانب القطري أكثر منه الجانب العربي. عموما الدكتور خالد رفعت مدير مركز طيبة للدراسات، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، كنت معنا على الهاتف. ومشاهدينا الكرام، إذا كانت هناك مساعي ومواقف سياسية حاسمة وحازمة من الدول الأربعة لمواجهة الإرهاب القطري، فلا بد أن تكون هناك أيضا مواقف شعبية ومجتمعية من دول المجتمع العربي لمواجهة هذا الإرهاب الذي سيطال كل جانب. مصر بدورها تنفذ سيناء 2018 وتقوم بالدور المطلوب منها. إذا ماذا عن باقي الدول العربية وشعوبها؟ قبل أن أترككم أطرح عليكم سؤال حلقة الغد، وهو كيف يسهم إطلاق الأزهر لقناة إعلامية في محاربة فوضى الفتاوى؟ أعيد السؤال مرة أخرى، كيف يسهم إطلاق الأزهر لقناة إعلامية في محاربة فوضى الفتاوى؟ مشاهدينا، كانت هذه حلقة اليوم من برنامجكم برنامج همزة وصل، ننتظر دائما مشاركتكم معنا بالآراء وبالتساؤلات حتى نستفيد جميعا، وحتى يتسنى للجميع معرفة الكثير والكثير من موضوعات حلقة برنامج همزة وصل. دمتم في أمان الله.